وتقيم وتختار من ضمن قائمة المنتجات أو الخدمات اللي عندك بالمنظمة خدمة واحدة أو منتج واحد تبدأ ترشحه للإيش؟ للعميل، وهو ده اللي هيشتريه وهيستجيب لك، لأن أنت فعلا رشحت له المنتج إيش؟ يكفي ويوفي احتياجاته. يا ناسف، عرفنا أهمية المرور بمثل هذه المستويات من الاستماع حتى نصل إلى الاستجابة ومن ثم المرحلة الأخيرة، وهي تذكر واستعادة الرسالة التي استقبلها، وتشير الأبحاث إلى أننا نتذكر أقل من نصف الإيش الرسالة التي سنسمعها قبل لحظات، ووجد أنه بقدر الاستجابة يكون الإيش مستقبل التذكر. شوف يا جماعة، مستويات الاستماع طبعا هنا ذكرنا أنا قبل كده بالأمس، عندنا المستوى الأول وهو الحد يعني غير كافي من الاستماع وغير مقبول، هو الاستماع الايش التجاهل. يعني انت بتتكلم في وادي والاخر ما بيعطيك وجه، ما بيلتفت اليك، يناظر في اللابتوب، يناظر في الجوال، يقلب في الاوراق، ما يعطيك وجه ولا ملتفت الى كلامك. وده ممكن يصير معك خاصه لما تدخل على مديرك مثلا وهو مشغول بقضيه معينه او مساله معينه او مشكله معينه، فتبدا تتكلم معاه فتلقى الرجال شارد وما يعطيك وجه، ما يعطيك نظره، ولا يعطيك انتباهه. فهنا يا جماعة بتنسحب بلطف وتقول له يبدو يا طويل العمر السلامة إنك مشغول الآن، وأنا كنت عايز أكلمك في موضوع وتكون أنت صافيني ومركز معايا، فأنا حجيك بعدين. يقول لك والله يا أبو فلان اعذرني، أنا آسف، فعلا أنا مشغول بموضوع مهم جدا، وإن شاء الله ساعة كده ونجتمع وياك. هتضيع وقتك. تمام. أيضا المستوى الآخر هو الاستماع التظاهري، يعني اللي امامك بيتظاهر انه بيسمع لك، ولكن حقيقه الامر يا جماعه هو مش معك، بس ممكن ايش يعطيك جوك. معقوله، يا سلام احسنت، واذا وقفت كده عن الكلام تلقاه مستمر. يا سلام معقول، كانه روبوت. بيسلمك احسنت، ما يبغى يحرشك الرجال، فبيعطيك جوك على قولات الطبيعة، صح ولا لا؟ ايضا في مستوى اخر، طبعا اذا حصل معك هذا المستوى من الاستماع التظاهري، انت حاول تصين هل اللي امامك فعلا بيسمع لك بشكل حقيقي ولا لا، بانك تساله او توقف في ذريته، وهي يا جماعه مش معاك مستمر، معقوله، فانسحب بايش؟ بهدوء لوقت اخر. ايضا هناك الاستماع الانتقائي، زي ما انا قلت لكم بالامس، المدير بيتكلم على المكافآت والحوافز والإجازات وكده، فتلقى الفريق يتحمس ويتناقش ويحاول ويستفسر ويسأل وينشط في الحوار. أما إذا بدأ المدير يتكلم عن الواجبات والمهام والمسؤوليات والعقوبات والجزاءات، الفريق يعمل نفسه ميت.